الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد النائب أحمد مجيد وجود تلاعب واختلاس للدولار في فرع مصرف للاستثمار والتنمية الأهلي بمطار النجف. وقال النائب أحمد مجيد إن هيئة النزاهة وثقت قيام فرع المصرف بتحويل رصيد المطار من الدولار إلى الدينار بالسعر الرسمي وإغلاق حسابه الجاري على الرغم من إيداع الأموال في الدولار. وأضاف أن مصرف الموصل يعتبر أحد أذرع الأحزاب الاقتصادية التي تسببت بهدر أكثر من 1,140,000,000 دينار من المال العام عبر إجراء تحويلات الإيرادات من الدولار إلى الدينار بالسعر الرسمي. كشفت هيئة النزاهة عن وجود إهمال من جانب مديرية كهرباء محافظة القادسية بجباية مستحقات تصل إلى 19 مليار دينار. وأوضحت الهيئة أن فرع توزيع كهرباء الديوانية لم يقم بجباية مبالغ اشتراكات تجارية وصناعية واستثمارية مستحقة الدفع، كما لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيها، لافتة إلى أن الذي ألحق الضرر بالمال العام. وفي القادسية كذلك كشفت هيئة النزاهة عن هدر أكثر من 30,000,000 دينار من المال العام نتيجة التلاعب والمبالغة من قبل لجان تقدير التعويضات بأحد مشاريع الاستصلاح. ضبطت 6 مضخات في حقل الناصرية النفطي كانت قد تم شراؤها عام 2019 أو 2016 ب3 ملايين دولار على الرغم من عدم الحاجة إليها. وقالت هيئة النزاهة إن تلك المضخات لم تنصب أو تشغل من قبل إدارة حقل الناصرية النفطي وشركة نفط ديقار، لافتة إلى أنها تركت في ساحات مكشوفة دون مخزون، ما عرضها لأضرار عديدة وتسبب في حدوث إهدار للمال العام. قالت شركة أو قالت لجنة النفط والغاز النيابية إنه لا توجد خطة استثمارية واضحة للقطاع النفطي باستثناء بعض الفرص الاستثمارية في قطاع المصرف. وحذرت اللجنة من خسارة الشركات النفطية الكبرى في العراق بالتزامن مع التحضير لعقد اتفاقية جولات التراخيص السادسة، مبينة أن الأمور ما زالت ذاهبة باتجاه خسارة هذه الشركات مثل شركة وي بي إكسون موبيل وغيرها. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت نحو 65,000,000 برميل خلال الأشهر 6 الأولى من عام 2023. وأظهر جدول للإدارة أن صادرات العراق من النفط الخام ومنتجاتها لأمريكا ما بين شهري كانون الثاني وحزيران ارتفعت بنسبة 33.5% عن نفس الفترة من عام 2022. وبيّن الجدول أن أعلى معدل للصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة خلال عام 2023 كان في شهر شباط الماضي، حيث بلغت 12,168,000 برميل. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.